والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي، بعد أن تعرفنا على المعلومات التي يجب أن يكون التلميذ المبتدئ في اللغة الفرنسية مطلع عليها في أول حصة، اليوم سنواصل معرفة ما يجب تعلمه في السنة الثالثة ابتدائي. أخذنا كمثال حرف A، la lettre A. قلت أنه يصعد ثلاث مسافات، 3 انترليني، 1 2 et 3، والحرف الصغير مسافة واحدة بكتابة الكراس كورسيف. أما بكتابة الكتاب فهو يصعد أيضا ثلاث مسافات الحرف الكبير، أما الحرف الصغير مسافة واحدة. مثال على ذلك كلمة أفيون، طائرة. La lettre B، majuscule minuscule cursive، بكتابة الكراس cursive. 3 انترليني، يصعد ثلاث مسافات. B majuscule minuscule script، بكتابة الكتاب. majuscule يصعد ثلاث مسافات و minuscule يصعد مسافتين. مثلا ballon. La lettre C، C majuscule minuscule cursive majuscule 3 interlignes minuscule 1 interligne مسافة واحدة. majuscule minuscule script مثلا كلمة سوغيز، الكرز. la lettre D، D majuscule minuscule cursive و دي مينيسكول يصعد مسافتين فقط، دي مينيسكول سوا كورسيف او بيان سكريبت، يعني في كلتا الحالتين لا لاتر دي الصغير يصعد مسافتين. مثلا كلمة دون، أسنان. لا لاتر او ماجيسكول كورسيف ثلاث مسافات و مينيسكول كورسيف مسافة واحدة. ماجيسكول مينيسكول سكريبت ثلاث مسافات ومسافة واحدة. par exemple éléphant، فيل. F majuscule cursive ثلاث مسافات، أما F minuscule cursive فهو يصعد ثلاث مسافات فوق السطر، فوق الخط la ligne، وينزل ثلاثة تحت الخط، 2 interlignes 1 2 et 3 1 2. la lettre F majuscule script ثلاث مسافات و مينيسكول ينزل مسافتين إلى غاية السطر، مسافتين. par exemple فرماج، جبن. la lettre G، G majuscule cursive، G minuscule cursive. يكتب وكأننا سنكتب la lettre C، ثلاث مسافات فوق السطر ثم ننزل مسافتين إلى الأسفل. جي مينيسكول مسافة واحدة فوق السطر ثم مسافتين إلى الأسفل. هذه كتابة الكراس كورسيف. كتابة الكتاب 3 انترليني فوق السطر، مينيسكول مسافة واحدة فوق السطر ومسافتين أسفل. مثال جيلي. لا لاتر اش يكتب هكذا، 1 2 et 3 ثم نصعد ثم ننزل ثلاث مسافات. H minuscule ثلاث مسافات، 3 انترليني. بكتابة الكتاب H majuscule 3 H minuscule 2، حرف الصغير minuscule مسافتين بكتابة الكتاب. Eresson قنفد، Eresson. La lettre I ثلاث مسافات majuscule cursive 3 interligne ومسافة واحدة بكتابة الكتاب، ثلاث مسافات مسافة واحدة. إيجلو بيت جليدي. La lettre G majuscule cursive يكتب هكذا، ثلاث مسافات فوق السطر ننزل إلى غاية السطر لا لينية، ننزل أسفل مسافتين ثم نصعد مسافتين. G minuscule cursive مسافة واحدة فوق السطر ثم مسافتين إلى أسفل.
جي ماجيسكول سكريبت، ثلاث مسافات بكتابة الكتاب. ومينيسكول ثلاث، مسافة واحدة فوق السطر ومسافتين إلى أسفل. باغ إكزومبل جاغوار النمر المرقط. لا لاتر ك ماجيسكول كورسيف 1 2 et 3 minuscule cursive 1 2 et 3 ك ماجيسكول سكريبت 1 2 et 3 ولكن الحرف الصغير مينيسكول مسافتين. par exemple كانغورو لا لتر ال يصعد ثلاث مسافتين في كلا الحرفين بكتابة الكراس وبكتابة الكتاب. ثلاث مسافات مثلا لومب مصباح. La lettre M. M majuscule cursive, ثلاث مسافات. M minuscule cursive, مسافة واحدة. نفس الشيء بالنسبة لكتابة الكتاب script. Par exemple, moto, دراجة نارية. La lettre N, ثلاث مسافات للحرف الكبير majuscule, minuscule, مسافة واحدة. نفس الشيء للكتابتين. Par exemple, noix, jauze. La lettre O, 1, 2 et 3, majuscule. 1, minuscule. 1, 2 et 3, majuscule. 1, minuscule. Par exemple, olive, zeytoun. La lettre P, يصعد ثلاث مسافات فوق السطر. 1 2 et 3 3 interligné p minuscule cursive مسافة واحدة فوق السطر مسافتين إلى أسفل تحت السطر. نفس الشيء بالنسبة لكتابة الكتاب script. مثلا porte باب. la lettre q يكتب بهذا الشكل ماجيسكول كيرسيف تخواز انترلينيا ومسافة واحدة فوق السطر دو تحت السطر ثلاث مسافات 1 اي 2 par exemple 4 يعني رقم 4. la lettre r 1 2 et 3 la lettre minuscule مسافة واحدة أن انتغليني أن دو إتخوا ثلاث مسافات و أغ مينيسكول مسافة واحدة par exemple روبيني ماجيسكول كورسيف تخواز انتغليني مينيسكول كورسيف أن انتغليني مسافة واحدة. نفس الشيء لكتابة الكتاب سكريبت. par exemple سوري فأر. La lettre T majuscule يصعد ثلاث مسافات T majuscule cursive والحرف الصغير مسافتين 1 et 2. La lettre T majuscule script مسافتين ومينيسكول script عفوا ثلاث مسافات ومسافتين. La lettre U ثلاث مسافات cursive ومسافة واحدة مينيسكول cursive. نفس الشيء بالنسبة لكتابة الكتاب سكريبت. par exemple usine مصنع. la lettre V majuscule ثلاث مسافات كورسيف ومسافة واحدة مينيسكول كورسيف. نفس الشيء بالنسبة لكتابة الكتاب par exemple voiture. W ثلاث مسافات كتابة الكراس ومسافة واحدة مينيسكول. نفس الشيء بالنسبة لكتابة الكتاب يكتب واغون ويقرأ فاغون. زيلوفون لا لتر إكس يصعد ثلاث مسافات بكتابة الكراس
مسافة واحدة مينيسكول، ماجيسكول سكريبت ثلاث مسافات ومسافة واحدة، جزيلوفون. لا لتر إيغراك يكتب بهذا الشكل، يصعد ثلاث مسافات فوقه السطر وينزل مسافتين تحت السطر. مينيسكول كورسيف مسافة واحدة فوق السطر ومسافتين تحت السطر. لا لتر إيغراك ثلاث مسافات فوق السطر ومسافتين تحت السطر. نفس الشيء بالنسبة لي مينيسكول سكريبت، مسافة واحدة ومسافتين. باغ اكزومبل ياغورت. زابغ لا لتر زاد ثلاث مسافات ومسافة واحدة ثم مسافتين تحت السطر. أما لا لتر زاد مسافتين، ثلاث مسافات مسافة واحدة زابغ. إذن أحبتي التلاميذ، يجب مراجعة هذه الحروف جيدا وإتقان كتابتها، لأنه إذا لم تتم مراجعتها وإتقانها جيدا فلا نستطيع لا تعلم المقاطع ولا تركيب الحروف ولا الكلمات. بالتوفيق إن شاء الله.